بس واحد صاحبك مثلا قاعد يصلي مثلا، تسلم عليه ما تسلم؟ اذا كان يعرف يرد السلام سلم، اذا كان ما يعرف لا تسلم. شلون يعني؟ بعض الناس يعني يعرف السنه فهو قاعد يصلي، تسلم الرسول كان يسلمون عليه وهو يصلي، فكان يرد السلام بالاشاره، واما براسه يؤشر براسه هكذا رد السلام، واما بيده هكذا. يعني هو قاعد يصلي مثلا قال له واحد السلام عليكم، يعمل هكذا يرد السلام بالاشاره، باشاره اليد، تكون باطن اليد الى الارض اشاره هكذا، هذا رد السلام اثناء الصلاه. فاذا كنت يغلب على ظنك ان هذا الانسان لما تسلم عليه يعرف السنه سلم عليه، فيرد عليك اما براسه هكذا واما بيده يشير. واذا كنت تخاف انه لا ما يعرف وممكن يرد عليك لفظا، يعني يسلم عليك باللفظ، تقول السلام عليكم وعليكم السلام مثلا. زين طيب انتم الحين ضحكتوا ليش؟ تبطل صلاته؟ تبطل؟ ها اختلفتوا؟ تبطل. اللي يقول تبطل يرفع ايده، خلنا نشوف كم واحد. زين اللي يقول ما تبطل يرفع ايده. اختلف العلماء. طيب لا بأس. طيب اللي يرد السلام، لو واحد سلمت عليه بالصلاة وقالوا عليكم السلام، ما تبطل صلاته إذا كان جاهلا، وإذا كان عالما تبطل صلاته. طيب إذا كان سرحان مثلا، سرحان قاعد يصلي سرحان وانت قلت سامع عليكم السلام، انتبه انه في الصلاة، تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته، هذا لا تبطل صلاته فعلا، لأنه مو قاصد انه يتكلم، مو قاصد انه يتكلم. واحد الحين منكم يقول ليش سرحان؟ هذا كيف هذا موضوع ثاني، لكن القصد ما تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لأنه ما قصد هذا الكلام.